اخبار اليوم. النجم هاني رمزي النهارده كانت رساله الاوبريتور رساله واضحه جدا، البيت متوحد واحنا محتاجين قد ايه لمزيد من الاعمال دي تدعو للتوحد في الوطن العربي دلوقتي. اكيد طبعا وفعلا احنا انتهزنا فرصه العيد الوطني عشان نقدم الرساله ديت وعشان نقول للناس كلها كل سنه وانتم طيبين، احنا ملناش غنى عن بعضنا والوطن ده احنا لازم نحافظ عليه فعلا ان شاء الله بدمنا بارواحنا، احنا ملناش غيره، هو ده وطننا، هو ده اللي ولادنا طالعين فيه، وبنقول ده من دوله الامارات، دوله الاستقرار، دوله اللي فيها الامن والامان وفيها سلام، ونقدر نقول ان دوله الامارات محتضنه دلوقتي الوطن العربي وهي العصب الحقيقي اللي من خلاله احنا يعني لو قلت لك وقفه الامارات مع مصر عامله ازاي، ولو قلت لك قد ايه وقفوا في ثوره 30/6 علشان مصر تقف على حيلها تاني، احنا النهارده جايين نشكرهم، جايين نقول لهم جميلكم فوق راسنا وربنا يقدرنا نرد الجميل يعني. ان شاء الله يبقى مزيد من ان شاء الله.